اليوم هو يوم اللغة العربية، لذا سألقي عليكم قصيدة لغة الدار للشاعر صباح الحكيم. أنا لا أكتب حتى أشتعل، لا ولا أكتب كي أرقى القمر. أنا لا أكتب إلا لغة في فؤادي سكنت منذ الصغر. لغة الضاد وما أجملها، سأغنيها إلى أن أندثر. سوف أسري في رباها عاشقا، أنحت الصخرة وحرفي يزدهر. لا أبالي بالذي يجرحني، بل أرى في خدشه فكرة. أتحدى كل من يمنعني، إنه صاحب ذوق معتاد. أنا جندي وسيفي قلمي، وحروف الضاد فيها تستقر. سيخوض الحرب حبر قلمي، لا يهاب الموتى لا يخشى الخطر. قلبي المفتون فيكم أمتي، ثمن في ودكم حد الخطر. في ارتقاء العلم لا لا أستحي، أستجد الفكرة من كل البشر. شكرا. اللغة العربية، اللغة العربية هي شريان حضارتنا، وجه ثقافتنا المشرق. تتجلى فيها العطاء عظمة التراث، وتتدفق منها شلالات العطاء. هي سيدة اللغات، هي عروس اللغات، هي لغة أهل الجنة، لغة القرآن، هي لغة اللغة العربية. اليوم هو يوم اللغة العربية، لغة الضاد التي نفتخر ونعتز بها. وبهذه المناسبة اسمحوا لي أن ألقي هذه الكلمة. كيف يستطيع الإنسان أن يقاوم جماله اللغة بسليم وسحرها الفريد؟ فجيران العرب أنفسهم في البلدان التي فتحوها سقطوا سرعة أمام سحر تلك اللغة، فهي تملك ترسانة ثقافية منيعة ذات قيمة جوهرية ناصعة. فاللغة العربية عجيبة، تصور ألفاظها مشاهد الطبيعة، وتمثل الكلمات وخطرات النفوس، وتكاد تتجلى معانيها في أجراس الألفاظ، كأنما هي خطوات الضمير، نبضات القلب، ونبرات الحياة. فهي كالعود، إذا نقرت على أحد أوتارها رنت لديك جميع الأوتار. فهي أغرب ما وقع في تاريخ البشر، فأن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد.